نعم، القصيدة مهداة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بهو يعج بأسماء العلو، رحا تدور، باب ضجيج ما أزيز ندى، كان النشور مهيبا يومها انشطرت أرض وجاءوا فرادى، شهقة فردا، وثم ألف نبي دونهم أمم، ووحده كان مشهودا ومنفردا، كان اللواء رفيعا وهو يحمله، وكان في ظله العشاق والشهداء، تروي النقوش القديمات التي نسيت في حائط البحر أن البحر قد نفدا. ما شاء الله. إذ الخليل وفأس الحق في يده، إذ يرفع البيت يهدي قلبه وتدا. ما شاء الله. ويوم قال ابنه افعل ما أمرت به، الله، وانقلب السكين مرتعدا، فمن سيلتقط السر الذي فضحت منه ملامحه جهرا بكبش فدا. أن سلوا من عتمة المعنى، أغيبوا سدى، خلعت علي لا ظلا ولا جسدا، أمشي على الماء، هل في الماء من قبس؟ لما بدوت اختفى، لما اختفيت بدا يرتد صوت من النار التي اتقدت، يا رب يا رب، من فينا الذي اتقد؟ أكان صوتك إذ ناديتني وليها، أم كنت من صاح بي والنار محض صدى، وكنت وحدي في الوادي أرى حجبا تكشفت، وأرى إذ لا أرى أحدا، وقفت أحمل ميلادا وأسئلة وحيرة شربت من خافقي أمدا، فمر بي عاشق حينا ولوح لي، ثم استدار لوجه الضوء وابتعد، وشق في الطور دربا ضائعا، ومضى في هدأة واستباح السفح والسندى، أدركته عند جرف فاستحال هوى غزالة جفلت، ما إن مددت يدا تلفتت في جهات الروح غارقة، فلم تجد دون وجه الله ملتحدا، سواد عينيك ليل العارفين سروا به فغابوا، أضاعوا الدرب والبلد، أتوا إلى البئر مشدوهين وارتحلوا، وأشعلوا في الغياب القلب والكبد، كل الطرائق تفضي في حقيقتها له، وإن قد تبدت للورى
قددا وافيت بابك حيث الأرض متعبة أقول شعرا كثيرا فيك مجتهدا فلست كعبا وإن بانت سعاد وإن أبقتني اليوم متبولا بها سهدا ولا الذي أشرقت شعرا كواكبه درية لم يسعى في الفضاء مدى. معي القصيدة أتلوها عليك وقد ألفت ذليا والأبواب والوصدا كل القصائد مهما قيل ناقصة فالعفو إن لامن النقاد والرشدا والعفو منك رسول الله معذرة إن حملوها على غير الذي قصدا ما زلت في الحيرة الأولى بقلب طوى هل جئت مصطليا أم جئت مبتردا في اللاشعور بهاء في الحضور دمي لكنني اخترت سهوا أن أغيب السدى. ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم.